السلام عليكم، اسمي نور السادات، عمري 16 سنة، طالبة موهبة في مدارس الفيصلية الإسلامية في الخبر. بدايتي في إدارة المشاريع كانت من كنت صغيرة، كنت أدخل مشاريع المدرسة كقائدة الفريق، وبعد مرور سنين دخلت مسابقة فورمولا 1 في المدارس كقائدة الفريق أيضاً، وتعلمت أشياء كثيرة في إدارة المشاريع والأدوات اللي نستعملها في إدارة المشاريع زي الجان تشارت والبروجكت سكيدجول، والحمد لله فزنا المركز الأول على مستوى المملكة في أول مسابقة فورمولا 1 في مدارس في السعودية، وبعدين سافرنا سنغافورة أنا وفريقي والحمد لله مثلنا المملكة بأفضل شكل. هذه الرحلة كانت جدا جميلة، يعني هي بدت من الصف السادس الابتدائي بدخولي الأولمبيات العلوم، بعدين في الصف الثاني المتوسط بدخولي الأولمبيات الكيمياء، وأخيرا أحدث إنجاز اللي هو دخولي لمسابقة فورمولا 1 في المدارس. وطبعا عدة برامج أخرى ساعدتني أن أحقق هذا الإنجاز مثل تيدكس وتوست ماسترز، فكل هذه الأشياء ساعدتني أن أحقق هذه الجائزة والحمد لله. هذا البرنامج كان برنامج جدا جميل ومفيد، كان عن بعد بس كانت يعني كفاءته جدا عالية، عشان كنا نفتح الكاميرات ولازم يعني نتناقش مع الموجودين، وعلى نهاية هذا البرنامج كان لازم نسلم مشروع ويكون من ثلاث مواضيع رئيسية اللي هي الأستروبيولوجي والروبوتكس والمارين ساينس. إحنا كفريق ركزنا على الروبوتكس، فدرسنا الروبوتكس أكثر واخترعنا روبوت يقدر يروح للبحار وينظف البحار من المايكرو بلاستيكس. فهذا كان نهايتنا في هذا البرنامج، ونهاية جدا جميلة واستفدنا منها الكثير. طبعا هذا يعني للكثير، عشان زي ما قلت من كنت صغيرة كنت أحب هذا المجال وأن أدير المشاريع، وطبعا بدخولي لمسابقة فورمولا 1 للمدارس زاد هذا الشغف والحب. وطبعا لما أكبر أبي أدخل مجال إدارة المشاريع، فهذه الجائزة مرة بتساعدني على هذا الشيء، وأهدي هذا الفوز للملك سلمان وحفظه الله ولي سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان اللي دائما يدعم الشباب في جميع المجالات. رسالتي للشباب عامة وخاصة في إدارة المشاريع إن كل شيء ممكن وما في شيء مستحيل، وأنا سويت هذا الشيء يعني من تجربة بثلاث خطوات رئيسية. أول شيء إنه لازم تثقون بنفسكم، لازم تثقون بنفسكم وإن تفكرون إن كل شيء ممكن وما في شيء مستحيل. وهذا يجيبنا للشيء الثاني اللي هو أخطو الخطوة الأولى. دائما الخطوة الأولى هي تكون أصعب شيء، بس من جد من تجربة كل شيء بيجي من بعده. وأخيرا لازم تواجهون التحديات، أكيد وأنتوا قاعد تحققون حلم وقاعد تحققون شغف لكم بيكون في تحديات تيجي بطريقكم ومشاكل، بس أنتوا لازم تواجهون هذه التحديات، ومهما كان واجهوها وبتحققون المستحيل.